وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والفجر
وليالٍ عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون ولا تحاضون على
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ولا يوثق وثاقه أحد يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم تقبل قراءتنا إلى روح سيدنا محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين عليهم السلام وإلى روح أموات الحاضرين أخصا إلى روح مرحوم آية الله العظمى الخوي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات